أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني اليوم بمقر الوزارة في لقاء مع مديريين المصالح الفلاحية الولائية عن ضرورة الاهتمام بالانشغالات الفلاحين وتسهيل الإجراءات الإدارية ورفع البيروقراطية لتحسين الأمن الغذائي. المزيد في تقرير آمل رشيد. الاهتمام بانشغالات الفلاحين ومرافقتهم خلال حملة الحرث والبذر وتسهيل كل الإجراءات الإدارية وتخفيض الملفات ورفع بيروقراطية التسيير واستعمال كل وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لرفع عناء التنقل وتخفيض مدة دراسة الملفات هي أبرز ما أوصى به وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني في اجتماعه اليوم بمقر الوزارة مع إطارات القطاع. توفير جميع الآليات التقنية والمادية والبشرية لا سيما العتاد الفلاحي والمداخلات الفلاحية كالأسمدة والبذور المحسنة. إن السياسات الفلاحية التي تنتهجها الجزائر تمثل الاستجابات المنسجمة مع الأهداف التي سطرها القطاع من مجال تحسين النجاعة الفلاحية من خلال حماية الموارد والقدرات الطبيعية المتوفرة استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وكذا توفير الظروف الضرورية للقيام بالأنشطة الفلاحية عبر آليات تحسين مداخل السكان بإنشاء فرص الشغل وإحداث ديناميكية على مستوى الاقتصاد بشكل عام للمساهمة الفعلية في الأمن الغذائي. هي تحديات يتوجب على تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تجسيدها في أقرب الأجال مع ضرورة العمل مباشرة مع الغرف الفلاحية من أجل نجاح العملية. إن قطاع الفلاحة مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة أكثر من تغطية حاجيات الغذائية الأساسية بزيادة معتبرة للعرض الوطني وبتنوع واسع أو أوسع للاقتصاد الوطني. هذه السياسة ستسمح دون شك برفع مستوى الأمن الغذائي الذي يعتبر رافداً للسيادة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.